عن هذه الضربات. معي من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، كيف كانت هذه الضربات وأين تركزت؟ نعم بالفعل ماجد، هو أكبر هجوم من ناحية العدد الصواريخ والطائرات المسيرة، وأيضا من ناحية الكثافة النارية التي استخدمتها القوات الروسية في هذه الصواريخ والطائرات المسيرة. أوكرانيا تحدثت عن ما يقارب من 158 هدفا معاديا تعاملت معها خلال 18 ساعة الماضية، الساعات التي استمر فيها الهجوم. تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 114 هدفا من هذه الأهداف، ولكن الرئيس الأوكراني قال بأن روسيا أطلقت قرابة 110 صواريخ باتجاه الأراضي الأوكرانية، وتنوعت هذه الصواريخ، ولكن باستثناء لم تستخدم روسيا صواريخ كاليبر. هذه الصواريخ والطائرات الطائرات المسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا مدينة ليفيف غربي البلاد، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لمدينة دينيبرو ومدينة أوديسا وزاباروجيا وأيضا منطقة خاركيف. كل هذه المدن هي مدن رئيسية في أوكرانيا استهدفتها القوات الروسية. الحديث إلى حد هذه اللحظة يدور عن انتشال بعض جثامين القتلى في منطقة زاباروجيا. وزارة الداخلية الأوكرانية قالت أن عدد القتلى وصل إلى قرابة 14 قتيلا وإصابة ما يقارب من 97 جريح مصابا آخرين في هذه الهجمة التي اعتبرها سلاح الجو الأوكراني بأنها هجمة كبيرة. قبل قليل أيضا وزير الدفاع الأوكراني قال بأن هذه الهجمة كشفت عن احتياطيات الصواريخ الروسية، وأن ربما مثل هذه الهجمات سوف تستمر إذا لم يكن لدى أوكرانيا دفاعات جوية قوية وتسقط جميع هذه الأهداف. هذه الهجمة أيضا تأتي بعد الجمود على جبهات القتال، وتحديدا في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية، وأيضا تأتي بعدما استهدفت أوكرانيا سفينة حربية روسية في شبه جزيرة القرم. ربما تكون هذه الهجمة ردا على هذا الاستهداف الذي وقع في شبه جزيرة القرم. ماجد من كييف مراسلنا عامر العروقي، شكرا لك عامر.